تصريحات غريبة عجيبة مريبة من مصطفى حجي المدرب المساعد للمنتخب المغربي. هنعرف من خلال هذه الحلقة التصريحات، وأقول لكم رأيي في التصريحات اللي بأوصفها بالتصريحات الساذجة من مصطفى حجي في أول تصريحاته بعد خروج المغرب من كأس الأمم الإفريقية. هقول لكم أيضا من خلال هذه الحلقة ليه يجب على فوز الأقجع إقالة خليلوزيتش النهاردة قبل بكرة، علشان مباراة الكونغو مباراة مش سهلة تماما، وهقول لكم برضو ليه مباراة الكونغو مش سهلة تماما، وهنعرف تفاصيل وأخبار مهمة جدا في هذه الحلقة. ولكن كالمعتاد وفي البدايات برحب بيكم جميعا أيا كان بتتفرج عليا من أي مكان في العالم، خاصة عشاق ومحبي المنتخب المغربي. وإن شاء الله زي ما احنا بنقول دايما، المنتخب المغربي في حاجة إلى مدرب عالمي، مدرب يعرف قدرات المنتخب المغربي بهذا الجيل الرائع، وسيسطر هذا الجيل تاريخ عظيم إن شاء الله للمغرب في المستقبل. مصطفى حجي قال في تصريحاته، هقول لكم التصريحات وأقول لكم رأيي في التصريحات. قال: لا أعرف لماذا أخرج وحيد خليلوزيتش سفيان بوفال في الشوط الثاني من مباراة المنتخب المصري والمنتخب المغربي، وقام بإدخال سفيان رحيمي. وكأنه التصريح ده بيبرئ مصطفى حجي نفسه أمام الجماهير المغربية. طب أنت لازمتك إيه كمدرب مساعد؟ طيب ده هي مسؤولية المدرب، طب انت موجود ليه في الجهاز الفني طالما مالكش رأي؟ حتى لو ده مسؤولية خليلوزيتش ما تطلعش تقول، احسن الشعب المغربي مش هيعفيك من المسؤولية يا حجي. انت وراك مصائب كتير وكواليس كتير هنقولها، بس مش وقتها دلوقتي. فالكلام والتصريحات دي اللي هو يطلع يحمل المسؤولية لخليلوزيتش ويبرئ نفسه امام المغاربة، ده تصريح ساذج. انت مسؤول زيك او اكتر كمان من خليلوزيتش في مسؤوليه الخروج المغرب من كاس الامم. مباراه الكونغو مش سهله يا جماعه، مباراه الكونغو في منتهى الصعوبه. الكونغو بتستعد بكل قوه للمباراه، عملت معسكر في مصر ثم راح تعمل معسكر تاني في البحرين، ومستعدين بكل قوه لمباراه المغرب. فالمباراه ليست بالسهله. والكاف الصفحه الرسميه لكاس الامم الافريقيه نشرت صورة لياسين بونو وكذلك أشرف حكيمي بقمصان المنتخب المغربي، وكتبت عليها عنوان: مستقبل مشرق للمنتخب المغربي، ونحن متأكدين أن المغرب سيعود أقوى مما مضى. نتمنى أن تعود المغرب أقوى مما مضى، ولكن لن يتحقق ذلك إلا ببعض التغييرات المهمة. أولا، إقالة خليلوزيتش بجهازه الفني. ثانيها، تعيين مدرب وطني. ثالثها، بعد مباراتي الكونغو يتم تعيين جهاز عالمي للمنتخب المغربي. إن شاء الله التوفيق، والمغرب يعود إلى الطريق الصحيح مرة أخرى ويصعد إلى المونديال، رغم اعترافي بأن المباراة أمام الكونغو الديمقراطية ليست بالسهلة تماما.